ضيف زيارته تأخرت سنين. الوش مش غريب والعين عارفها. ايه مش هتقول اتفضل لضيفك يا ابراهيم؟ فضالي ياك فاكرني عترجف واطير منك؟ لا دي مواعيد يا ابو المكتول، وان كان ترى ابوك في رقبتي فرقبتك هي مقصودي من الاول. لا رقبتك دلوك ولا رقبتي، مش بالساهل كده. ديامه لازم تترد زي ما حصلت. الطريق يقول ان اللي قتل يتقتل، بس الحكايه ما بقتش طار، دي سنين طويله وعلبتني كل دقيقه اتعذبت فيها وانا مستني روحك. ان عذابك لازم يكون طويل، مش مهم اقتلك، المهم انك تتقتل كتير وكذا مره. بعدا ولدي نزل سلاحك، دي حكايتي انا. طالع طالع. بس ابلغ ابراهيم الرساله، كل السنين اللي عدت من ساعه ما يدك والسكين كتلت ابوي هتدفعها من جسم ابوك حته حته. انا مروح وهستنى، وهتجيني عاد منين ما تجيني، يوم يومين تلاته اسبوع، انت وقدرة ابوك على العذاب. اذا كنت وانا عيل صغير قتلت ابوك، تفتكر وانا كبير هعمل فيك ايه؟ البلد جار البلد، وانا ها وانت ها، ابوك عندي والمرجل اسوق فيها البايع وفيها الشاري. والله لحصرك على عمرك اللي جاي قد ما تقدر تعمل في ابوي. انا وابوك مستنينك.